كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لفاعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آخر آية هي أول آية، آخر آية فيما ذكرناه هي أول آية في هذه القصة، وذلك أن بني إسرائيل قتلوا نفسا، قتل رجل، وجد رجل مقتولا، فقالوا ما لنا إلا نبي الله موسى، فأتوا نبي الله موسى وقالوا لنا، قالوا له هذا قتل، من قتله؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي اختلفتم فيها من قتله، والله مخرج ما كنتم تكتمون. عندما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام قتل رجل، من قتله؟ قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما هذا؟ أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا؟ نقول لك من قتل هذا تقول لنا اذبحوا بقرة؟ ما الرابط؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا نبي، أنا موسى، لا أستهزئ، لا أسخر، أنا نبي، قلت لكم اذبحوا بقرة. فسكتوا. قالوا طيب ما هي؟ أي بقرة تريد؟ هم لو ذبحوا أي بقرة انتهى الأمر، وكانوا قد استجابوا لأمره، بقرة معروفة البقرة، لكنهم تعنتوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، لا فارض لا كبيرة ولا بكر لا صغيرة، عوان وسط بين ذلك، افعلوا ما تؤمروا، اذبحوا بقرة، تعنتوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أي الذي يراها تدخل إلى قلبه من جمالها، تسر الناظرين، افعلوا، اذبحوا، تعنتوا، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون، ولو لم يقولوا إنا إن شاء الله مهتدون لاستمروا مدة أطول، ولا شدد عليهم أكثر، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، غير مدللة، ولا تسقي الحرث، ما تخدم، مسلمة، متروكة، لا شية فيها، لا عيب فيها، أو مسلمة من العيوب، لا شية فيها، لا لون يخالط لونها، فافعلوا ما تؤمرون.
قالوا الآن جئت بالحق، وكأنه والعياذ بالله ما جاء بالحق قبل ذلك، ولكن هذا لصلافتهم وسوء خلقهم وقلة أدبهم مع نبي الله موسى. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون لشدة تعنتهم. عندما ذبحوها يقول الله تبارك فقلنا اضربوه ببعضها، فأخذ جزء من البقرة، قيل الذراع وقيل غير ذلك الفخذ، المهم أخذ جزء من البقرة فضرب به الميت فقام هذا الميت، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم. فقام الميت فقال له موسى من قتلك؟ فأشار إلى أحد وقال هذا قتلني، ثم مات. فعرف الناس قدر موسى صلوات ربي وسلامه عليه، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي ما كانوا يكتمون من أمر هذا القتيل، لأن القاتل كان يخفي نفسه حتى لا يراه الناس ولا يعرفه الناس. فالقرآن الكريم ترتيبه كما أراد الله تبارك وتعالى في تحفيز الناس لمحاولة فهم كتاب الله جل وعلا ولتدبره. الله يجعلني وإياكم من المتدبرين. ونتذكر قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن بني إسرائيل في كثرة مسائلهم، إن مهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فهذا الذي أوردهم تلك الموارد. ونختم بقول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.